عارف انت احمد حلمي في فيلم بتاع اسمه ايه، عسل اسود، لما قال له كفايه كدب بقى. انا الحقيقه مش متخيل، وانا قلت لكم الكلام ده والله قبل كده، انا مش متخيل ان انا باجي اقعد هنا ومثلا على مدار اليوم قاعد مع فريق الاعداد ومع رئيس تحرير القناه وفي اجتماع التحرير واتفقنا على الكلام اللي هنقوله والموضوعات وجبنا المصادر كل حاجه، وبعدين اطلع اقعد في المكان ده وابدا اقول لكم اي كلام، او ابدا مثلا اقول معلومات غلط، او ابدا اكذب على الهواء. انا مش متخيل الناس دي بتعمل الكلام ده ازاي. يعني انت طالع تضلل الناس باماره ايه؟ طالع تقول لهم الدنيا هتتحسن باماره ايه؟ ما هو الفيدرالي الامريكي رفع الفايده، وانتوا كنتوا البنك المركزي اجازه في العيد، ورجعنا ما بقيناش فاهمين اي حاجه، في مشكله في الديون الخارجيه، في مشكله في الاستثمارات، في مشكله في حاجات كثيره جدا، وحضرتك طالع تقول لا ان شاء الله يعني اتعمل 13 قرش وما تقلقوش يا جماعه احنا هنبقى زي الفل والامور هتتحسن. ايوه بأمارة ايه حضرتك يا استاذ احمد؟ بأمارة ايه؟ يعني انت واحد اصلا لا بتفهم في الاقتصاد ولا ليك في القصه ولا جايب خبير يتكلم ولا اي حاجه، انت الاعداد ادالك رقم سوليد كده وقال لك يلا يا عمي ده احنا قل 13 فاصل مش عارف كام، فاطلع قول للناس الدنيا هتتحسن. طبعا مش الاعداد اللي قال لك، هو احمد شعبان اللي قال لك، او عباس كامل اللي قال لك، او الضابط اللي مشغلك اللي قال لك، لان احنا كلنا عارفين الدنيا بتدار ازاي. لكن السؤال اللي بنساله النهارده لحضراتكم على مدار الساعه، ازاي شايف تاثر الجنيه بارتفاع الدولار في مصر؟ كيف سيتاثر المصريون بذلك؟ على مدار الساعه ممكن تبعتوا لنا على الواتساب، وايضا تشاركوا بالاتصال عبر الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. كيف يترقب المصريون تاثر الجنيه بارتفاع الدولار؟ او بالعماله المصريه ايه رايك؟ ايه اللي هيحصل؟ الشعب المصري هيعمل ايه مع علاقه الجنيه والدولار اللي محدش فاهم منها اي حاجه؟ خليني انقل السؤال ده لضيفنا اللي بينضم لنا عبر سكايب، الاستاذ مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدوليه. اهلا بيك فندم. وسام. طيب انا هبدا معاك الحقيقه باللي قاله احمد موسى، اتكلم عن ارتفاع كبير للجنيه قدام الدولار وبشر الناس ان كل حاجه هتتحسن، فلو تقول لنا تعليقك بدايه على ما قاله احمد موسى. لا الحقيقه انا احيل المشاهدين، يعني اللي قاله احمد موسى مع التعويم اللي تم في نوفمبر 2016، هو جاب اظن ضابط كان في الاموال العامه قبل كده وقال له ان السنه الجايه يعني على نوفمبر ديسمبر على 2017 هيبقى الدولار ب 7 جنيه، وقال له العام اللي بعده 2018 محدش هيبقى معاه دولار عارف يبيعه، وطارق عامر كان قال ان الدولار هيبقى ب 4 جنيه. فانا احيل يعني هؤلاء الناس يعني يقولون دائما ابدا عكس الحقيقه طبقا لمجموعه الضباط اللي مشغلينهم وطبقا لسياسه شراء الوقت والكذب ثم الكذب ثم الكذب الى ما لا نهايه والالهاء يعني. فهذا الكلام الحقيقه كون ان الدولار يعني حصل 11 قرش، يعني ده بتتكلم حضرتك يعني مش حتى في 1%، بتتكلم في اقل من يعني ربع في المية من القيمه، ده بيحصل في يعني نوع من انواع التذبذب فلكتويشن في سعر العملات، لان يعني بيحصل نوع الناس بتبيع دولار امريكي تشتري دولار امريكي حتى على كل سله العملات، يعني النسبه اللي قالها الدولار الامريكي على الجنيه المصري هي قلت على كل، لو حضرتك اي حد تابع حركه الدولار على اليورو على الدولار الكندي على الجنيه الاسترليني على الفرنك السويسري على اي عمله هيلاقي ان حصل يعني نوع من التذبذب يعني. لكن ما فيش مثلا سياسه نقديه حقيقيه وسياسه ماليه بتدار، يعني مثلا لو شفنا الفيرا نابولينا اللي هي محافظ البنك المركزي الروسي، يعني اول الازمه بتاعه غزو اوكرانيا ما تمت وصل ان الروبل الروسي وصل يعني كل 150 روبل بقوا بدولار امريكي واحد، سعره قبل الازمه كان حوالي 72 لحد 77 78 كان بيتراوح في هذا يعني في هذا الرينج يعني. دلوقتي لو اي حد يفتح يعني الاكس اي ولا اي يعني اي ويب سايت فيه عملات هيلاقي ان النهارده الروبل بقى وضعه اقوى مما كان عليه قبل الغزو، يعني سعره يتراوح من 67 68 روبل للدولار لحد 71 72 يتراوح في هذا الرينج، لان في سياسه حقيقيه قام بها. انا اختلف مع الرئيس بوتين في غزو لاوكرانيا اختلافا تاما 180 درجه، لكن هو الراجل عنده دكتوراه في اداره الاعمال والاقتصاد، المحافظ البنك المركزي مؤهله انها تقود سياسه نقديه وماليه ناجحه، قدر ان هو يتغلب رغم ان هو تم تجميد ارصده روسيا 643 مليار دولار في الخارج، وبالرغم من ذلك قدر ان هو يعني يخلي العمله بتاعته تقف على رجليها تاني ويخلي وضع الاقتصاد الروسي ليس بالضعف
رغم حربه الشعواء مع أوروبا الغربية بالكامل، مع اليابان، مع الولايات المتحدة، بالرغم من ذلك لأن عنده سياسة. أما ما يقول أحمد موسى فهذا الحقيقة كلام يعني الله يكون في عون المعدين ومن يسمعون هذا الهراء لكي يقومون بإعداد الردود عليها. يعني طيب، عندما نتحدث عن ارتفاع الجنيه أمام الدولار في الوقت ده، هل ده مؤشر إيجابي، مؤشر اقتصادي سلبي؟ هل الأمور فعلا بتتحسن ولا لا من ناحية اقتصادية بعيدا عن أحمد موسى يعني؟ لا، هو ما زادش. هو حضرتك ده تذبذب طبيعي. يعني حضرتك عايز تتكلم على زياده للجنيه قدام الدولار، حضرتك خد سلسله زمنيه بقالك اسبوع، تقول مثلا ايه بقالنا 5 6 ايام وفي يعني حاجه سيجنيفيكنت، حاجه يعني بيطلع كده بشكل مطرد. يعني مثلا هو كان 18 ونص، بعد اسبوع بقى في 17 ونص، نقول لا ده في هنا، لا ده في شغل كويس بيتعمل، ده في 6% في اسبوع، يعني 1% كل يوم. لا ده احنا بنتكلم قدام ناس عارفه هي بتعمل ايه. هو العمله سعرها، يعني سعر العمله بيزيد وبيقل بناء عليه، على العرض والطلب. طيب انت الطلب على العمله بتاعتك هيجي منين؟ هي اما من صادرات، اما من ثروات طبيعيه انت بتبيعها. انت عندك الصادرات اقل بكتير، يعني انت بتستورد تقريبا ضعف ما بتصدر. وما عندكش ثروات طبيعيه، كميه الغاز اللي انت بتبيعها اللي بتبدا تصدرها قيمتها كلها مليار دولار، وعن طريق اتفاقات معموله مع الشريك الاجنبي. يعني انت حتى ما عندكش يعني استقلاليه تامه لا في الاستخراج ولا في البيع للغاز والنفط اللي هو بيستخرج من مصر. فما فيش حضرتك اي يعني بارقه امل ان الجنيه يطلع. بالعكس، انت الديون اللي عندك بتزيد، انت بتحاول تقترض من صندوق النقد دلوقتي قرض جديد علشان تقدر تظبط يعني كم غير مسبوق من السفه في الانفاق تم خلال الثمان سنين اللي فاتوا او التسع سنين اللي فاتوا منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وتم انفاق كل هذه المليارات اللي كان قال عليها الجنرال السيسي ده معموله زي ورق الكوتشينه في السكتش اللطيف اللي كان عمله مع الحاج سعيد والمهندس هاني تدرس. الحقيقه انت بتنفق الفلوس الموجوده سواء كانت موارد قليله او يعني قروض بلا حساب على مشروعات عديمه الجدوى الاقتصاديه، زي توسعه وعمل تفريعه جديده لقناه السويس، زي العاصمة الإدارية الجديدة، زي المونوريل، زي محطة الطاقة النووية المزمع في الضبعة، زي يعني صفقات الأسلحة الغير مفهومة، زي كمان الحقيقة يعني التيارات الرئاسية والقصور الرئاسية اللي بيبنيها. في نفس الوقت يطلع يقول للناس أنتم فقراء قوي. طيب النهاردة أي حد هيطلع على الأرقام بتاعت مشروع الموازنة العامة للدولة لما يكون عندك 54% من الإنفاق، يعني أكتر من نص الإنفاق رايح لسداد الديون وفوائد الديون، وبتكلم هو في الدعم وحطه على دماغه، يعني عمال يتكلم عنه يعني طول الوقت. طيب الدعم كله على بعضه ومساعدات الناس وكل الانفاق الحكومي لا يتجاوز 15% من الانفاق، يعني سواء مشروع تكافل وكرامه او دعم المواد التموينيه او المواد البتروليه، كله على بعضه اقل من خمس الموازنه العامه للدوله. الاجور اقل من يعني اقل من سدس الموازنه العامه للدوله. فانت النهارده طالع يعني الحقيقه كم الانفاق اللي بيتم على مؤتمرات عديمه يعني عديمه الجدوى ما لهاش اي فعاليه، على مسلسلات فاشله وتزور للتاريخ وتجذب على المشاهد والمستمع في احداث تاريخيه كلنا عشناها وعصرناها. الحقيقه الاقتراض بلا حساب، مصر اصبحت ثاني مقترض على مستوى العالم من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين. احنا بندفع اعلى فايده للمقرضين، احنا وضعنا هش جدا، اما البنك الدولي يقول لك 60% من المصريين فقراء معرضين للفقر. هذا الكلام كان قبل استفحال يعني الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي ادت لزياده اسعار كثير من مواد الغذاء التكلفه اللوجستيه نقل السلع والخدمات نتيجه ارتفاع اسعار البترول واسعار الغاز لارقام غير مسبوقه. فكل ده بيضغط وبيحط كم ضخم من المصريين تحت خط الفقر تاني، وهو لا زال كما هو، لا زال بيبني قصور جديده وبيعمل اكبر نجفه واكبر ساري علم واعلى برج واكبر كنيسه واكبر جامع. الحقيقه هذه تصرفات غير مسؤوله تنم عن حاجه من اثنين، اما انعدام الخبره والكفاءه، او ان في اصرار يعني في تعمد لهذا الامر لانه اتي به لكي يقوم بتقزيم وتحجيم مصر واخراجها من المعادله تماما كي يستقر الامر لثلاث انظمه اقليميه اتوا به، وهم هم اسرائيل والامارات والسعوديه.
طيب المواطن المصري فين في كل اللي بيحصل ده؟ يعني هيتأثر ازاي سواء الجنيه انهار قصاد الدولار او ارتفع قصاد الدولار؟ هل بيبقى في انعكاس على الاسعار مثلا؟ طبعا، لان للاسف مصر بتستورد 70% من المواد الغذائيه. 70% من المواد الغذائيه معناها ان كل ما يزيد قيمه الدولار وتقل قيمه الجنيه فده بينعكس يعني اوتوماتيكلي على كل المواد الغذائيه وكل ما يستورد من الخارج. هذا هو الامر الاول. انت عندك ثلاث امور هيضغطوا على المواطن المصري. الامر الاول انهيار وانخفاض قيمه العمله نتيجه يعني السفه الشديد في الانفاق. انت بتهدر الموارد اللي عندك، فبتستلف زياده، بتدفع فوائد زياده، بتنول بالعجز زياده، فبتقلل كميه الـ 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 الاموال والـ 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 والنقد المتاح للصرف على الخدمات الاساسيه وعلى دعم المواطنين وعلى الخدمات التي تقوم بها الحكومه. هذا الامر الاول. الامر الثاني ازدياد تكلفه النقل عالميا هتؤدي لزياده الاسعار. الامر الثالث هو ان يعني اسعار المواد الغذائيه، لان روسيا واوكرانيا بينتجوا يعني كم ضخم جدا، تقريبا اكثر من ثلث ما يعني ما يباع في السوق العالمي من الاقماح ومن الزيوت، زيوت الطعام. فكل هذه الامور مجتمعه مع ان العالم لم يتعافى قط من ازمه الـ يعني الكورونا الكوفيد 19. العالم لسه بيحاول ان هو يعني بالبلد كده يشم نفسه. اللي حصل دلوقتي ان جات لك ازمه اوكرانيا، مع ان انت الانفاق بتاعك بدل ما انت تساعد الشركات الصغيره والشركات متناهيه الصغر وتساعد المواطنين وتلتزم بما كتبته في دستور 2014 بتاع جمهوريه العسكر الجديده انك تنفق 7% على الصحه والتعليم، انت بتنفق اقل من ذلك. ويعني انا لم ارى في حياتي يعني رئيس دوله طالع يقول للناس انتوا اللي هيتجوز فيكم هشيله من على بطاقه التموين. يعني انت من كل دول العالم من يتزوج او ينجب اطفالا بياخد، يعني عندكم حتى دكتور اسامه في انجلترا او عندنا في كندا او في الولايات المتحده او في تركيا في حاجه اسمها تشايلد تاكس بنفيتس. يعني انت كل ما بتخلف اطفال زياده بقى عندك 4 أطفال 5 أطفال الحكومه بتديك دعم عشان تقدر تنفق عليهم، هم دول المستقبل، هو ده الاستثمار في راس المال البشري. انت عندك العكس تماما، هو بيزيد من ما يعطى للسوبر مواطنين اللي هم الجيش والبوليس والقضاء ورجال الاعمال المقضيين والاعلاميين امثال الاستاذ احمد موسى وعمرو اديب ومن على شكلاتهم، يعني بيديهم بلا حساب ويجي على المواطن نفسه مش عايز يديله حاجه خالص. يعني بيقطع عنه كل صنوف الدعم، بيديله اسوا خدمه تعليميه واسوا خدمه صحيه. انا قرات تقرير ان الخدمات الصحيه التي تقدم في مصر من اسوا الخدمات على مستوى العالم. فهذا هو الامر. يعني الامر الحقيقه احنا رايحين في سكه صعبه جدا، ربنا يلطف بالناس. طيب هو ليه لما بيحصل اهتزاز للعمله المحليه امام الدولار الاسعار بتزيد، لكن لما العمله بتتعافى الاسعار مش بتقل؟ اولا لان الاكبر مستثمر دلوقتي او اكبر متحكم في الاقتصاد المصري هو القوات المسلحه والمستثمرين الاماراتيين اللي السيسي باع معظم الشركات الكبرى لهم. القطاع الخاص المصري الوطني يعزف تماما عن استثمار او عن ضخ اي اموال. يعني قضيه صفوان ثابت وابنه سيف، يعني الايكونومست كتبت عنها ان العالم كله يعني ما فيش اي مستثمرين اجانب هيجوا يستثمروا بلد زي مصر، والمنافسه هي اللي بتؤدي لانخفاض الاسعار. هو بيتحكم في مفاصل الاقتصاد وهو بيحط الضرائب. يعني حضرتك تتبع هيكل الضرائب منذ أن تم الاستيلاء على السلطة بعد الانقلاب العسكري في 2013 والقوانين المتتالية العدلي منصور لمدة سنة، ثم استيلاء السيسي يعني رسميا ما بين هلالين يعني على السلطة في يونيو 2014 حتى النهاردة، يعني 8 سنين أو 9 سنين. هتلاقي الضرائب زادت من تقريبا 251 مليار جنيه مصري ل 1.2 تريليون، يعني تقريبا 4.7 ضعف، يعني 5 أضعاف. كانت الناس مثلا بتدفع ضرائب 100 جنيه النهارده بقت تدفع 470 جنيه كحصيلة ضريبية للدولة. في مقابل ذلك تم انخفاض قيمة الدعم الذي يقدم للمواطن، انخفاض قيمة الجودة في التعليم وقيمة الجودة في الصحة. فأنت النهارده مفيش أي أمل. ليه؟ لأن صدق السيسي في حاجة لما قال إن المليارات بتتحط تترتب أو ما أعرفش التعبير اللي استخدمه زي ورق الكوتشينة. إزاي؟ هو أعاد توزيع الثروة بما يحلو له على المحظيين، على الـ 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 الناس بتوعه بقى. يعني أيام جمال مبارك كان أحمد عز
رشيد محمد رشيد ومحمد منصور، كان في شلة جمال مبارك بتتوزع عليها كل آثار النمو أو كل ما يعني يحدث في الاقتصاد المصري، وكان بينمو حقيقة وكان في استقرار، فكان في استثمارات أجنبية بتيجي. لكن دلوقتي هو بيعيد توزيع الكلام ده فين؟ على يعني عندك ثقوب سوداء من الفساد، وأمور يعني استيلاء الهيئة الهندسية على مشروعات اللي هي عديدة الجدوى، اللي هي ما بين طرق والكباري والمعاصرة الجديدة وكل الكلام الغريب اللي هو بيعمله ده. الحقيقة الكلام ده ليه هو حاطط حضرتك هو يعني إيه بفرنج زون، حاطط يعني في كده يعني في حاجة محطوطة اللي هي الهيئة الهندسية بتمتص تقريبا معظم الأرباح وتدي المقاولين نسبة أرباح ضئيلة جدا جدا للتنفيذ، والباقي كله بيدخل إما في حسابات سرية للقوات المسلحة واللي قال عليها اللي هو محمد نصر مساعد الوزير للشؤون المالية ده عرق الجيش، والباقي كله بيخش في حسابات الجنرالات والمتنفذين والمسيطرين واللي هم بيضمنوا ضمان استمرارية الجمهورية الجديدة أو جمهورية الانقلاب العسكري أو مملكة الخوف كما أسميها. يعني هؤلاء الناس هم الذين يستولون على الثروات وعلى أي قيمة مضافة ممكن تحصل للاقتصاد، أما المواطنين فهم بيدفعوا، يعني بدليل أن عدد الفقراء بيزيد، التضخم بيزيد، الأسعار بتزيد، قيمة العملة بتنزل. دكتور أسامة، يعني أنا عملت دراسة مبدئية، يعني الحقيقة لسه ما خلصتش، لكن أنا بدأت أحاول أحصر كمية الأموال اللي مصر اقترضتها من أيام ما بدأ يكون فيه يعني ريكوردز، أيام فيه سجلات، ما بعد فترة محمد علي باشا، اللي يعني هو حصل بقى نوع من أنواع الاقتراض من أيام الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل والخديوي توفيق، ومرورا بالملك فؤاد والملك فاروق والسلطان حسين كامل. يعني خد عندك بقى عبد الناصر بفترته كلها، السادات بفترته القصيره نسبيا، الفتره الطويله وال30 سنه بتوع مبارك، الفتره دي كلها اعلى رقم دخل، يعني مصر كانت مدينه لم تتجاوز ديونها الخارجيه والداخليه، يعني في اعلى رقم حوالي حاجه و40 47 48 مليار خارجي، وداخلي ما جابتش ال100 مليار دولار، لما حتى كان سعر الصرف يعني بتتكلم حضرتك في حدود 5 جنيه وشوية، ده أعلى رقم أيام مبارك 5 جنيه و40 قرش. الأيام الجنرال السيسي هو اقترض فوق ال100 مليار دين خارجي، وخد 50 مليار دولار منح لا ترد، واقترض محليا قرابة 300 مليار دولار، فهو بتتكلم في 450 مليار دولار، والنتيجة ازدياد معدلات الفقر وازدياد التضخم وانخفاض في قيمة العملة، يعني وصراخ من الناس وانخفاض في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. فنحن أمام كارثة حقيقية الحقيقة، يعني من سيأتي بعد هذا النظام، يعني نتمنى عند رحيل هذا النظام أو سقوط هذا الانقلاب أيهما أقرب، من سيأتي بعده محتاج الحقيقة يعني عصا سحرية عشان فقط يصلح ما أفسده هذا الرجل في 8 سنوات. طيب النظام المصري كان بيتكلم الأسبوع ده أنا ما حدش اتكلم في الإجراءات الاقتصادية، ما حدش اتكلم في المشكلات الاقتصادية، وإحنا بنحارب الإرهاب وإلا دي هتبقى خيانة. شايف التصريح ده إزاي؟ شايفه بالظبط. فاكر أنت أيام تيرانو صنافير ما حدش اتكلم في الموضوع ده تاني، وكده الدكتورة الأستاذة الدكتورة هدى عبد الناصر لقت جواب في جيب الجاكيت بتاع باباها وكده، وبعد كده فاكر أنت برضو يعني في عدة موضوعات، موضوع قناة السويس مش طلع بعدها قال ال 20 مليار اللي صرفناهم دول جم في اسبوعين، وبعد كده طلع مع التلفزيون البرتغالي وقال ان مفيش حد هيفضل الى الابد، هم دورتين رئاسيتين، وقال انا مش هشيل الدعم الا لما اغني الناس، وادوني 6 شهور وادوني سنه وادوني سنتين. وهذا الرجل الحقيقه يعني هو بيشتري وقت، هو ما بيعملش حاجه غير انه بيشتري وقت. فاكر حضرتك والله 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 مع ابي احمد سكتش تاني، يعني الراجل ده الحقيقه يعني بيفكرنا بالمونولوجيست القدام ايام شكوكو وكده، يعني السكتش اللي عمله مع ابي احمد وكتبه وقالوا ما حدش يتكلم في موضوع فساد النهضه تاني، كانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجه ان يعني هو حاول ان هو يعني بالبلدي كده يلبس ثوره يناير مشكله سد النهضه. من الذي وقع على اعلان المبادئ 23 مارس 2015؟ عبد الفتاح السيسي. خرج للناس قال لهم ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني. من الذي يعني أدى لانهيار العملة وقام بتخفيض قيمة الجنيه قدام الدولار بدل ما كان من 7 ل 8 في 2016 وصلوا ل 18، ولما حصل له استبلايزيشن على 15 70 طلعوا هم كلهم عمرو أديب لأحمد موسى لكل الفريق اللطيف ده كلهم طلعوا يقولوا إيه؟
ان العمله بتاعتنا بيحصل لها ابريشيشن على الدولار، وده طبعا كلام فاضي. يعني الحقيقه صندوق النقد حتى الخبراء بتوعه قالوا ان لو حصل تم التعويم المفروض ان ما تقلش، يعني قيمه الجنيه يساوي حوالي 8 سنت وشويه، يعني الدولار يساوي 12 جنيه ووصل ل 18 و19 في بدايه التعويم. احنا قدام كارثه حقيقيه وناس غير كفؤه مطلقا. يعني حضرتك قارن مقارنه سريعه جدا ما بين الاستاذ طارق عامر وبين الفيرا نابولينا محافظه البنك المركزي الروسي، وللمره الثانيه انا اختلف بشده مع فلاديمير بوتين وادارته في غزو الاوكراني، لكن بتكلم لما امريكا بكل قوتها وسيطرتها على كل المؤسسات الماليه الدوليه، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، كل البنوك الكبيره في امريكا، كل الشركات الكبرى في امريكا، اليابان، الاتحاد الاوروبي كله ضد روسيا، قدر بوتين وقدرت يعني الفيرا نابولينا انها تسيطر باجراءات حقيقيه على سعر صرف الروبل عشان الناس ما لا تعاني معاناه غير طبيعيه. هم عانوا معاناه شديده جدا اول 10 ايام، لكن بعد كده الوضع في روسيا الان وضع مش مريح ولكنه يعني قابل، يعني مانجبل، يعني قابل الناس قادره تتعايش معاه. هل النظام المصري الحالي حتى من اجل بقائه يعني في السلطه برأيك يتخذ إجراءات اقتصادية في مصلحة المواطن؟ لا، هو النظام المصري الحالي قائم ومستمر عن طريق التعبير اللطيف اللي قاله روبرت سبرينغبرغ اللي هو عنده فائض من القمع. لو حضرتك تشوف يعني هو بيجيب كاميرات تجسس وبيتعاون مع NSO الإسرائيلية، يعني هو قادر إن هو السيطرة قائمة بشكل قمعي مهول لم تشهده مصر من قبل. لكن كل الإجراءات الاقتصادية من أول ما تم الانقلاب، من أول تفريعة قناة السويس، فهي على طول الخط ضد مصلحة المواطنين. هي بيشتغل هو حضرتك يعني نفس النظام، أي نظام استبدادي يا دكتور أسامة بيشتغل باحتكار القلة. يعني في يعني طبقة أوليجاركية بتكون حوالين هذا النظام، وفي طبقة منتفعين والطبقة اللي هي بتثبت أركان هذا النظام. هذه الطبقة الوحيدة المستفيدة. لو كان هناك إجراءات اقتصادية سليمة كنا وجدنا خفض في فاتورة الواردات، كنا وجدنا ارتفاع في قيمة العملة، كنا وجدنا زيادة في الدعم، كنا وجدنا دعم للصناعات والشركات الصغيرة متناهية الصغر، كنا وجدنا طفرة تعليمية واتفاق مع شركات. خد المغرب عندك، المغرب مثلا على سبيل المثال قدرت انها تعمل يعني ليه بوليتكنيك اللي هي المدارس الفنية عشان تنتج عمالة، العمالة دي تكون تشتغل في شركات تصنيع السيارات الأوروبية. قدر إن هو يصدر في السنة أكثر من 10 مليار دولار سيارات مصنوعة في المغرب من الشركات الأجنبية، وحوالي 60% من المكون اللي داخل في هذه السيارات مكون محلي. يعني تخيل بيستعين بإيد عاملة مغربية، فبيحصل نوع من أنواع نقل التكنولوجيا، ترانسفيرنج تكنولوجي، وكمان بيستخدم الموردين المحليين والمنتجات المحلية، فبينعش الاقتصاد على كافة الأصعدة. لكن انت بتعمل ايه؟ انت عمال تبني، تجيب في تسيطر على يعني انتاج الاسمنت والحديد محليا عن طريق شركات الجيش ورجال الاعمال التابعين ليك، وتبني في عقارات، ثم تمنع القطاع الخاص ويبني عقارات، وانت ترسي بالامر المباشر عن طريق الهيئة الهندسية، ثم توزع هذه الاموال على المحاسيب وعلى الناس المرتبطين بالقوات المسلحة. كل اسف ما هي الحلول؟ يعني يا ريت الواحد كان في ايده حلول. الحل يعني هنتكلم اقتصاد، الحل الاول هو القضاء على الفساد، الحل الثاني هو التوقف عن الانفاق السفهي والصرف على ولا حاجه اللي بيتصرف عليها من قناه السويس لعاصمه جديده لكم مهول طيارات وقصور وسجاده، اطول سجاده في العالم. يا راجل ده كل وسائل الاعلام العالميه كتبت عن الكلام ده ومسلسلات، واحمد شعبان وعباس كامل البلد الحقيقه بيحصل هدر غير طبيعي للموارد المحدوده اللي البلد فيها. لكن يعني هو الحلول، يعني انا في تقديري الشخصي انه لا توجد اراده سياسيه لدى هذا النظام، هذا الشخص الحقيقه، لعمل اي حلول. لانه لو كان عنده اي اراده سياسيه وعنده اي رؤيه ما كانش الوضع وصل لما هو عليه. هو مسك البلد الدين الداخلي بتاعها كان تقريبا تريليون جنيه، وكان الدين الخارجي 43 مليار دولار. طب انت النهارده بعد 8 سنين يعني من الحكم الرسمي، يعني او يعني قرابه التسع سنوات من الانقلاب العسكري، انك توصل الدين الداخلي والخارجي، توصل الدين الداخلي اكثر من 6 أضعاف والدين الخارجي 4 أضعاف، طيب وتزود معدلات الفقر
طيب يعني يبقى المشكله مش في الناس، لان ايام حكومه الثوره اللي كان بيحكمها شخص منتخب مدني كان في خطه طموحه ان على نهايه سنه 2015، يعني الحكومه الثوره حكمت 2012 وتم الانقلاب في 2013، لو كان كمل الخطه اللي كان حاططها الوزير التموين الدكتور باسم عوده كنا هنعمل اكتفاء ذاتي من القمح. كان ازمه اوكرانيا مش هتاثر عليك نهائيا لانك مش هتستورد قمح. كان في اتجاه، وانا كنت شاهد على هذا الامر، يعني لتنميه، يعني انا كنت مش شاهد، انا كنت يعني انا رجعت مصر واشتغلت مع الحكومه، ان كان في تنميه محور قناه السويس، كان في خدمات لوجستيه، ما كانش في فلوس هتتصرف، لان احنا كنا هنعمل مشاريع حول المجرى الملاحي للقناه، كنا هنجيب شركات عالميه. كان الامر الاخر ان انت ما كنتش هتصرف فلوسك على مدن جديده ومشروعات وهميه، انت محتاج ان انت تكون تقدم الخدمات الاساسيه لاهلنا اللي هم يعني الناس اللي هي اندر سيرفد، اللي هي ما بتاخدش خدمات، يعني ما بتاخدش خدمات، ما عندهاش صرف صحي، ما عندهاش تعليم كويس، ما عندهاش رعايه صحيه. كنت تقدم هذا الامر، لانك انك تحول كل موارد البلد لخدمه فئه قليله جدا وضئيله جدا، وتصرف مليارات كل سنه على يعني مشاريع فاشله وعلى اعمال فنيه وعلى مؤتمرات وعلى قصور رئاسيه وعلى طائرات. هذا الحقيقه يعني امر محزن. والحقيقه الرسالتين، يعني كل الرسائل كانت رسائل قيمه جدا، رساله الاستاذ احمد ومدام عفاف، الحقيقه حاجه يعني حاجه تقطع القلب، يعني حاجه محزنه الحقيقه. اشكرك شكرا جزيلا مصطفى يوسف، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدوليه، كنت ضيفي عبر سكايب.